بسم الله الرحمن الرحيم. رحلتنا اليوم إن شاء الله في الولايات المتحدة. طبعا على الخطوط السعودية طائرة 320 إيرباص. حنطلع بإذن الله من مطار كيلو بابا إنديا تانجو إلى مطار كيلو بابا ويسكي كيلو إن شاء الله. ارتفاع الرحلة راح يكون 38,000 قدم. لحظة، ممكن أنا أضبط لكم تشوفون بس خطة الرحلة. لكم معي لحظة. طيب، زي ما هو واضح عندكم هنا ارتفاع الرحلة إن شاء الله حيكون 38,000 قدم. الكوست اندكس 15. وقت الرحلة المتوقع إن شاء الله ساعة وربع، وبنستهلك وقود تقريبا 7 طن. طيب نبدأ. بسم الله. الكاربو عندنا تقريبا 3 طن كاربو. عدد الركاب عدد الركاب 95. الفيو زي ما قلنا 7 طن. طيب نجي لكمبيوتر الطائرة، نحط مطار الإقلاع ومطار الهبوط. إذا الصوت مو واضح اكتبوا لي في التعليقات. طيب بتأكد بس من الإقلاع والهبوط. بإذن الله احنا بنطلع من كيلو بابا إنديا تانجو إلى كيلو بابا ويسكي كيلو. رقم الرحلة سعودية 033. الكوست اندكس زي ما شفنا قبل شوي 15. بنطلع ان شاء الله على ارتفاع 38,000 قدم. المطار البديل حسب خطة الرحلة هيكون كيلو دلتا، كيلو دلتا تانجو ويسكي اير اس انت. نجي على خطة الرحلة. بنطلع ان شاء الله من مدرج 28 ليفت 28 ليفت دايركت برافو سيارة فيكتور. دخل هذي دايركت برافو سيارة فيكتور. أتأكد من الإحداثيات الخاصة بالبيوا. مئة واثنا عشر فاصلة أربعة هذا. أوكي. بعد البيوا هذا راح نطلع بإذن الله أيضا دايركت
ويفر، وأيضا بعدها راح نروح ذلك جولف سيارة هوتيل، وبعدها دايركت سامبل انترسكشن، وبعدين دايركت المطار دايركت ان شاء الله. نجي هنا انسيت ذات المطار اللي بنهبط فيه ان شاء الله حسب خطة الرحلة. هبوطنا راح يكون على مدرج 16، تمام. تأكد هنا البنزين اوكي تمام. نجي الان نضبط نسوي ريكويست الويت، اعطانا البلوك بنزين، اعطانا ايضا زيرو فول ويت، وايضا الوقت اللي محتاجه في التاكسي. التاكسي بنستهلك 200 كيلو تقريبا. طيب كيف نجي بالفورمانس؟ نجي هنا اتأكد احنا لازم نحط الفلابس على اب 1.8. الفليكس تمبريتشر 44، في 2، في في 1. كده احنا انتهينا من اعداد الاف ام سي. طبعا في عندي ايضا انا روت للمطار البديل، لكن ممكن ندخله واحنا طايرين ان شاء الله. طيب الان نشغل الاي بي يو ماستر سويتش، اتاكد ان الفلاب اوبن هنا، عفوا هنا بيكون اوكي. فلاب اوبن، اضغط ستارت. الان بيشغل الاي بي يو، اسمع الصوت. طيب على بال ما يشتغل الاي بي يو بنرسل خطة الطيران للإيفاو. افترض كذا الان انه الاي بي يو افيلبل، تاكد اوكي افيلبل، اشغل الاي بي يو كي، اعطوني دقيقة بس ارسل خطة الطيران. طيب ارسلنا خطة الطيران. طيب الان نتأكد من بعض الشغلات هي المفروض ان اتأكدنا منها في البداية، لكن خلنا نتأكد انها عندنا. هذا اوكي، هذا ايضا ديس ارم، الفلابس اب،
جير داون داون ممكن ان شاء الله سليمة. نسلك الان على الايفاو. في نسخة جديدة من إيفاو إن شاء الله نحملها بعد الرحلة. طيب حاليا شبكنا الإيفاو، نتأكد من الطقس في المطار. Three zero two one and finish. طيب بما ان الان عندنا الطائرة تاخذ الطاقة من الاي بي يو، نقدر الان نشغل اكسترنال باور، ايضا الكارغو اوت الباكس الفيول تراك اوت الشكس، وايضا الجراوند يونت باور اوت. نشغل ال نو سموكينج وايضا السيت بيلت. ارتفاعنا ان شاء الله راح يكون 38,000 قدم، حاليا ما في مراقب، نحطه على طول على 38,000 قدم. راح نستخدم خرائط شارت تبع نافيجراف. طيب احنا بنطلع من 28 ليفت هذا المدرج، فالمفترض نجي نطلع من هنا، ندخل ممكن من دلتا 2 بعدين مع ايكو، ونقطع المدرج 32 بعدين ننزل على فوكس الى ان ناخذ هذا المدرج بإذن الله. طيب فبنطلب حاليا البوش باك، نتأكد الطائرة ما في أي خدمات أرضية. طيب نلقى الصوت المحاكي شوي، نقصنا صوت المحاكي. طيب نطلب بوش باك، نتأكد الشكل. Ground to cockpit. Plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready.
ground to cockpit. Tow is driving up. بما ان احنا بنتحرك ممكن الان نشغل البيكن. البيكن لايت سبق شرحتها. البيكن لايت اللي الانواع اللمبة الحمراء هذه طبعا موجودة فوق موجودة ايضا تحت هنا تنبه الطاقم الارضي الى ان الطائرة راح تتحرك. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Okay. Everything is good. Tow connected and bypass pin and survey. Release parking brake. Release parking. And you may start engines. طيب الآن مع البوش باك نقدر نشغل الانجن. بسم الله نشغل الانجن 2. طيب المحرك رقم 2 اوكي الان حرك رقم 1 أحرك رقم 1 أيضا أوكي Operation complete. Set parking brake. Parking brake set. Disconnecting tow. Stand by. Stand by. ننتظرك شكرا. الآن spoiler arm. Auto brake max. Cabin crew advised. ايضا عندنا الفلابس 1 Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight. اهلا بكم على متن طائرة السعودية. من أجل سلامتكم وراحتكم تقتضي قوانين الهيئة العامة للطيران المدني الط
التقيد بالإشارات المضاءة والإعلانات الملصقة وتوجيهات الملاحين والانتباه لعرض تعليمات السلامة التالية. يرجى التأكد من وضع الأمتعة اليدوية. طيب أنا نقدر نمشي تحت المقعد الذي أمامكم. تاكسي قفل طبعا الـ APU في APU Master Switch. نبدأ على بركة الله. راح نطلع مع ايكو هذا راح يسارني هنا ان شاء الله. يوجد مخارج للطوارئ على جانبي الطائرة. الرجاء تحديد اقرب المخارج اليك الان. اذا كان اخلاء الطائرة ضروريا ستضاء الممرات بانوار ترشدك الى المخارج. قبل مغادرة الطائرة يجب خلع الاحذية، ترك جميع الاغراض الشخصية، التوجه الى اقرب المخارج ثم استخدام الزلاقة. توجد سترة نجاة في كيس تحت مقعدك او الى جانبه. عند صدور التعليمات البس السترة من جهة الرأس، اربط الحزام حول الخصر ثم شده حتى يكون محكما. عند المخرج انزل السترة وذلك بسحب الشريطين الى الاسفل او بالنفخ في انابيب العداء. ثم اتبع تعليمات الملاحين. طيب حاليا راح نقطع الرانوي ليتو، تأكد ما في احد. اوكي approaching 1-4. راح ندخل ان شاء الله مع فوكس.
تاكسي واي. ايضا راح نقطع التاكسي واي هذا، عفوا الران واي. Approaching 28 center. طيب فيه اجراء ما ضبطناه لو اختبار ال جويستيك وايضا الرجل. هذا المدرج 28 لفت اللي بنقلع منه ان شاء الله. راح نوقف هنا. نسوي اختبارات. Thank you for your attention and we wish you a pleasant flight. Pull down, neutral. Pull left. Pull right, neutral. ايضا اتاكد من الرادار. Pull right, pull left, neutral. طيب ال الترم كان 1.8 حسب ما كان ذاك لنا اياه هنا في الايباد، فنضبطه 1.8. طيب طيب نشغل اللاندنج لايت، نشغل ايضا الستروب لايت، الوينج لايت، نضبط ال تكاس تي ار تي اي ار اي اون اول. وبسم الله في احد جاي، الامور تمام ان شاء الله. Approaching runways. On runway 28 left. بعلكم صوت المحرك شوي.
طيب حاليا احنا قلعنا، نطفي ال اللاندنج عفوا النوز لايت، ايضا الوينج ما يحتاج وقت نهار، ايضا نرفع الفلابس. حاليا احنا متجهين الى برافو سيارة فيكتور VR، ان شاء الله نوصل بعد 52 نتكال مايلز باذن الله، يعني تقريبا بعد 10 دقائق تقريبا. هنا عندنا الوقت 18:17، حاليا الوقت 18:09، يعني 9 دقائق او 7 دقائق 8 دقائق. إذا عدينا 10,000 قدم إن شاء الله لنقفل اللاندنج لايت. البريك فان خلاص، استخدمنا فرامل أثناء التاكسي فشغلنا مروحة الفرامل. الأخ هشام يوسف، لحظة شوي. طيب الآن عدينا 10,000، طفي اللاندنج لايت، أيضا السيت بيلت ونو سموكينج، جراوند سبويلر ديسار. الأخ هشام المحاكي اسمه اكسبلين، بكتب لك الرابط في التعليقات. يفضل انه هي المحاكي يعتمد على سرعة المعالج وايضا على كرت الشاشة، يفضل يكون عندك كرت شاشة جيد وايضا معالج جيد يتحمل تشغيل المحاكي، والافضل طبعا انه ما يكون لابتوب، الافضل يكون ديسكتوب، جهاز ديسكتوب. Thank you.
altimeter setting.
طبعا احنا قربنا الان من توب اوف كلايم العلامة هذه تشير ان شاء الله عند اذا وصلنا عند النقطة هذه او العلامة هذه بيصير ارتفاعنا ان شاء الله 38,000 قدم اللي هو الارتفاع المحدد لنا في الرحلة. طبعا الشاشة هذه تبين لك هنا السرعة وأيضا هنا تبين لك الارتفاع، هنا تبين لك معدل الارتفاع يعني حاليا 600 قدم في الدقيقة 700 قدم وقاعد الآن الطائرة توزن الريت حق الارتفاع أو نسبة أو عدد الفيت في الدقيقة مع السرعة، كل ما زادت زاوية الارتفاع كل ما قلت السرعة فهو قاعد يوزنها. فاحنا قربنا الآن من توب اوف كلايم خلاص 38,000 قدم. انتقلنا الآن من مرحلة الكلايم اللي هو الارتفاع إلى مرحلة الكروز. النقطة التالية اللي هو الويفر 80 نتكر مايز، يعني متوقع نوصلها 18-38 يعني بعد 11 دقيقة تقريبا. طبعا في عندنا مشكلة انه في هيدويند تلاحظون يعني الرياح مواجهة لنا فممكن احنا نزيد السرعة طبعا بيستهلك وقود اكثر ممكن نزيد الى 80 ماخ. لاحظ هنا المحركات قاعدة تزيد السرعة
الفيول امبورد او كمية الفيول الموجودة حاليا 5 طن 5300 كيلو توفر. تلاحظون وصلنا سرعة الـ 0.8 وقلت سرعة المحركات أيضا. طيب متى راح إن شاء الله نبدأ في الهبوط التدريجي أو التوب أوف ديسنت؟ طبعا هي تكون موجودة متوضحة واضحة عندك هنا بعد نقطة ويفر، بنيجي نقطة التوب أوف ديسنت اللي هي بداية الهبوط التدريجي، ايضا هي بتكون واضحة عندنا هنا في النافيجيشن ديسبلاي. هذه نقطة ويفر، بعدها السهم الابيض هذا يشير الى انه هنا بداية او نقطة بداية الهبوط التدريجي. طيب نتأكد من الطقس في المطار اللي احنا رايحين له عن طريق برنامج الإيباب. طيب الرياح 150 اتجاهها 150 10 نوتس 10 عقد، يعني المدرج 1.6 ان شاء الله بيكون مناسب. ممكن نجي نشوف الشارت حق الابروش ال 1.6 ILS 1.6 هذا هو. طيب ارتفاع المطار 647 قدم، التاتش داون زون بحيتكون يعني منطقة التاتش داون 643 قدم. عندنا ايضا الكروز حيكون 161، المست ابروش ارتفاع 1400 ثم 2700 دايركت، يعني حيكون ارتفاع مستر بروش 2700 قدم ان شاء الله. طيب هنا هذا مدرج 16، ننزل هنا باذن الله، بعدين نشوف التيرمينال. Okay.
انا اول مره انزل في المطار هذا، بس اتوقع التيرمينال في المنطقه هذه في الاريا 3 اتوقع. فإذا نزلنا إن شاء الله ممكن نطلع مع إيكو وننزل إلى المنطقة هذه أريا 3 أو أريا 2 ونوقف إن شاء الله. طيب الاف ام سي يعطينا برضو معلومات انه متوقع ان شاء الله الهبوط الساعة 7:15، يعني 10:15 ان شاء الله. 7:15 طبعا هنا يعطيك توقيت جرينتش. هنا بالضبط يعطيك يقول لك انت باقي على المدرج تقريبا 199 نتكال مايلز. بعدين صفحة البرفورمانس يعطيك كم باقي على توب اوف ديسنت اللي باقي هنا 90 نتكلم ان شاء الله، ونبدأ الهبوط التدريجي.
المسافرين من أجل سلامتكم وراحتكم استعدادا للهبوط المرجو العودة إلى مقاعدكم ربط أحزمة المقاعد إعادة ظهور وملحقات المقاعد إلى أوضاعها الطبيعية إبقاء ستائر النوافذ مفتوحة التأكد من إطفاء الهاتف الجوال وكافة الأجهزة الإلكترونية الأخرى. Ladies and gentlemen, in preparation for landing and for your safety and comfort, please return to your seats. Fasten your seat belts. Keep your seat backs and accessories in their original positions. Keep your window shades open. Make sure your mobile and all other electronic devices are switched off. طيب يا كباتن، زي ما انتم شايفين احنا قربنا من التوب اوف ديسنت، باقي عليها فعليا 17 نتيكال مايلز. طبعا هنا قلنا انتر ديستنيشن داتا حندخلها الان، لكن نرجع السرعة لوضعها الطبيعي، وبعدين ندخل بيانات الهبوط ان شاء الله. طيب الكيونج في المطار حيكون 29.97 درجة الحرارة تمبريتشر 10، عفوا لا مش 10، درجة الحرارة 7. الويند حيكون 150/10. المينيمم ديسيشن التيتيود ظاهر ما شفناه هنا حيكون 927. طيب الآن باقي 5 نتيكال مايلز، اثنين ممكن نضغط الآن. نشوف احنا المفروض نجي هنا على ارتفاع 2700، ما في مشكلة 3000 كافي إن شاء الله. الآن لو تلاحظون بدأ هبوط تدريجي، طيب في شغلات قبل شوي أنا فتحت تشيك ليست عشان نتأكد إن الأمور إن شاء الله تمام. عندنا المدرج طويل، ف ممكن نخلي الاوتو بريك على لو، ايضا نتاكد انه شغلنا السيت بيلت و نو سموكينج. الاوتو بريك والانتي ايس مبرازم تمام، هناك تشيك الاتس ايضا شفناه. الان بدأ الهبوط تدريجي،
ان شاء الله يكون كويس الوذر في المطار، ان شاء الله نهبط تمام. أمور إن شاء الله تمام. النقطة اللي رايحين لها الآن اللي هي سامبل، المفروض ارتفاعنا يكون على سامبل يكون 11500، احنا الآن 29500. شغلت هنا الرادار، الآن المنطقة ما فيها جبال، ممتازة، حولها بحر يعني، ولا فيها جبال.
طيب لو بنراجع الابروتش ونرجع ناخذ الاشارة الطيارة طبعا حاليا تصارع الرياح فتحكم اتجاه الرياح فهي جالسة توزن المسار مع الرياح
طيب بما اننا نزلنا على 18000 قدم نعدل الفينيش 29-7 هذا اللي اذكره انا متاكد 29-7 مضبوط ضبط في الجهتين إذا وصلنا 10000 قدم نشغل اللاندنج لايت إن شاء الله. طبعا هنا السحب اللي هنا هذه تخوف صراحة. الله يستر إن شاء الله الجو تكون تمام. قربنا على وقت السامبل باقي تقريبا 8 انتكال مايل. المفروض الهبوط ان شاء الله الساعة 10:30. من أجل سلامتكم وراحتكم استعدادا للهبوط المرجو العودة إلى مقاعدكم ربط أحزمة المقاعد إعادة ظهور وملحقات المقاعد إلى أوضاعها الطبيعية إبقاء ستائر النوافذ مفتوحة التأكد من إطفاء الهاتف الجوال وكافة الأجهزة الإلكترونية الأخرى. Ladies and gentlemen, in preparation for landing and for your safety and comfort, please return to your seats. Fasten your seat belts.
Keep your seat backs and accessories in their original positions. Keep your window shades open. Make sure your mobile and all other electronic devices are switched off. طيب حاليا وصلنا 10,000 قدم فنشغل لاندنج لايت طبعا حاليا ندخل وسط السحب لاندنج لايت شغال ربنا يجيب العوائب سليمة الحمد لله ان المطار ILS درج دخلنا وسط السحب طيب انا ممكن احنا نروح يمين وبعدين نرجع للنقطة هذه ندخل طيب بما انه نزلنا حاليا الفيزيبيليتي كويسة اوكي نستمر زي ما احنا ان شاء الله طيب انا افضل ان نروح يمين ممكن نتحكم ايضا في السرعة يدوي لو تلاحظون الكلايزر بدأ ياخذ اشارة
طيب احنا نبغى ننزل الى 3000 قدم، سوي اكتيفيت الابروتش. ننزل السرعة 215 ممكن حاليا. نلف باتجاه المطار. ممكن ننزل الفلابس 1، تلاحظون السلاتس هنا ينزل الآن. طيب ممكن الآن ليفت 185. لاحظ أيضا إشارة الجلايد سلو اشتغلت. ممكن يعني احنا قربنا على ال الانترسبت لللوكالايزر. ممكن تشغل ابروش من الحين. طيب الكلايزر اشتغل، تلاحظون الكلايزر الآن باللون الأخضر، معناته كذا الآن الكلايزر اشتغل. المدرج لو تلاحظون هذا المدرج تقريبا هذا المطار. نتجهز بإذن الله للهبوط. نزل إلى 190. طيب الآن جلايد سلوب راح يشتغل. ممكن ننزل السرعة إلى 180 و
وأيضا الفلابس إلى 2. طيب الآن سويد مانجد فلاب 3 أيضا لاندنج جير داون سبويلر أرمز هنا أوكي تاكسي النوز تاكسي لايت الرانوي تيرن أوف تاكسي لايت أون flaps full الأمور إن شاء الله تمام الرياح في الوجه no blue wing light logo light okay نحط ارتفاع 1000 ارتفاع 2700 ارتفاع المستر بروج 1000 وكبالك انجيجد توكل على الله ان شاء الله بسم الله الان دي Approaching 1-6. Terrain. Above 300 minimum 200 100 50 40 30 20 retard 5 4000 feet remaining reverse 3 ما عليش الهبوط غريب اليوم لكن الحمد لله هبطنا شوف التاكسي approaching 06 طيب طلعنا من المدرج بس لحظة خلنا نشوف الشارت اوكي احنا بنطلع دلتا بعدين الفا وندخل على الاريا 3 ان شاء الله طفي اللاندنج لايت ستروب لايت وينج ايضا ما يحتاج نحول هذا اوكي
stand by. Auto. نتأكد المدرج هنا ما في طيارات. Approaching 30. في طيارة عندنا هنا في ال اريا لكن شوف اريا 3. اريا 3 هذه للطيارات الجنرال افيشن. طيب نروح يمين ما في مشكلة. طبعا نشغل APU. الحمد لله على السلامة ومعليش على الهبوط. تاتش داون كان مع الأسف سيء. طيب حاليا نوقف الطيارة. باركينج بريك ست. اوكي الآن افيلبل. نشغل الاي بي يو بليد. نطفي البيكن خلاص ما عاد في حركة الطائرة. نطفي ايضا المحركات. وخلونا نشوف مع بعض الريبلاي الان ان شاء الله اعادة. نشوف وين المشكلة. يمكن الفلير تأخرت فيه. طائرة سرعة الطائرة كانت مضبوطة بس احتمال يكون الفلير فيه مشكلة. طيب الان نفصل الايفاو.
زي ما توقعت ما كان في فلير لو تلاحظون. خلونا نسوي عادة الآن نشوف. أنا تأخرت في موضوع الفلير، المفروض الفلير إني بكرت فيه شوي، لاحظوا.